بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، انتهت اشواط التأهيل لتسريرة الفهيدي. في هذه اللحظات تعلن انطلاقتي وتحدياتي. الاشواط المفتوحة تقدم مباشرة مع سابع الاشواط الذي خصص للابكار. اتقدم مع شعار حسن بن عبد الله بن غليط الانفلي، يتقدم مع الغشمرية على المركز الاول، اسياد على المركز الثاني، احمد بن عبيد بن مبارك الكتبي المركز الثالث، وتابع ثواني القادمة محمد بن حمد بن مصلح بن جمهور الاحبابي القادم على المركز الثالث، الرابع الهدى المنهدة على رابع المراكز سعيد بن مبارك بن سعيد بن مرخان الكتبي المركز الخامس، يا مجمل الصدف يا مهمة حمد بن مصبح بن عبيد الراشدي القادم على المركز الخامس. هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء بل لهذه الشعارات المتقدمة والحاضرة. عودة إلى الصدارة، عودة إلى راعي هملول، إلى راعي الطوية، أسياد أسياد. أحمد بن عبيد بن مبارك الكتبي يتقدم على المركز الاول، ثواني القادمه ثواني محمد بن حمد بن مصلح بن جمهور الاحبابي القادمه ومهمه القادمه، همه قادمه همه قادمه. حمد بن مصبح بن عبيد الراشدي المدينه العين قادمين، ثلاثيه ثلاثيه ما بين الراشدي ما بين بن مصلح وما بين راعي هملول. اللحظات الاخيره، اسياد على المركز الاول، اسياد على الصدارة، احمد بن عبيد بن مبارك الكتبي على المركز الاول، ثواني القادمة ثواني القادمة محمد بن حمد بن مصلح بن جمهور الاحبابي، ولكن راعي هملول الى اهالي الطوية السلامة الى مدينة العين، تهانينا والناموس لاحمد بن عبيد بن مبارك الكتبي على فوزه. اسياد بالمركز الاول، المركز الثاني ثواني لمحمد بن حمد بن مصلح بن جمهور الاحباب، المركز الثالث هم لحمد بن مصبح بن عبيد الراشدي، المركز الرابع الشاهينية لمحمد بن سعيد بن محمد الكتبي، والخامس الغشمرية لحسن بن عبد الله بن غليط الأفضلي. التوقيت يا ابو سلطان دقيقتين و14 هو توقيت اسياد لاحمد بن عبيد بن مبارك الكتبي. تهانينا والناموس للجميع.